معكم دكتورة وداد دبيبي، أستاذة مبرزة في أمراض السكر والغدد بالمستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان. مرضى السكر يصعب عليهم شوية فصل الصيف، هذاك علاش اليوم باش نعطيو شوية نصائح للعباد هذوما باش يحاولوا دونك يتعدى الصيف نتاعهم من غير مشاكل. أول حاجة باش نركزوا على شرب الماء، خاطر مريض السكري معرض باش يشيح من الماء بصفة دونك كبيرة، وكذلك علاش يلزم يرد باله خاصة في أوقات الذروة متاع السخانة، يشرب برشا ماء ويرد باله على روحه. ثانيا باش نحكيه على كونسيرفاسيون ولا المحافظة على الانسولين متاعنا. بيان سور إذا كان عنا انسولين تكون في الدبابس اللي نعرفوها احنا بالدبوسة، جينيرالمون يعرفوها المرضى بالدبوسة الخضراء ولا الصفراء، دونك تتحط ديما في الفريجيدير ما بين 4 و 8 درجات. اذا كان فما ستيلويت دونك نجمو نخليهم لبرا في درجة حرارة ما تعديش 30 درجة. الحاجة الثالثة اللي نحب نركز عليها هي الاعتناء بالسقين متاعنا، دونك مع التعرق الكبير فما ريسك متاع انفكسيون، نلبسو دونك احذية مفتوحة دونك فما ريسك متاع جروح اكثر من العادة. دونك ردوا بينا ماذا بينا ديما حاجة مسكرة شوية مع كلاسة قطن، وردوا بينا بيان سور نشفو ديما سقينا خاطر باش ما تصيرش لي انفكسيون والتعكرات هذيه.